أهلا بكم. في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة تشرين العراقية، لماذا تستمر الميليشيات بقتل وخطف واعتقال المتظاهرين السلميين مثلما تتساءل منظمة العفو الدولية؟ وما هي القيم الوطنية التي أدامت شعلة الثورة السلمية متقدة لتجد الثوار مصرين على استمرار ثورتهم لا يثنيهم القمع والتنكيل؟ فقد رفعوا صور الشهداء والمعتقلين والأعلام والشموع وأكدوا عزيمتهم على المضي من أجل تحقيق أهدافهم وأولها إسقاط نظام المحاصصة. فما هي القيم الوطنية التي تعلمها أو تعلمها ثورة تشرين للأجيال العراقية؟ وكيف أرهقت الثورة نظام المحاصصة وأفشلت مشروعه الطائفي؟ نضع تحت الضوء صور الصمود والتحدي والتضحيات التي قدمتها ثورة تشرين على مدار عام كامل في سبيل التغيير الشامل في العراق والخلاص من نظام المحاصصة الطائفي الذي لم يقدم للعراقيين سوى الخراب والنهب والفساد. نشاهد بداية هذا التقرير. عام على انطلاق ثورة تشرين العراقية، ولازالت الحكومات وميليشياتها تثخن في قتل وخطف واعتقال المتظاهرين السلميين بحسب منظمة العفو الدولية. لكن يبدو أن الثوار المصرين على استمرار ثورتهم لا يثنيهم القمع والتنكيل، فقد رفعوا صور الشهداء والمعتقلين والأعلام والشموع وأكدوا عزيمتهم على المضي من أجل تحقيق أهدافهم وأولها إسقاط نظام المحاصصة. الشباب العراقي الذي هزت تظاهراتهم النظام السياسي وأسقطت حكومة عبد المهدي يعتقدون أنهم ما زالوا بعيدين عن تحقيق التغيير الذي أرادوه بحسب موقع بلومبرغ، لذلك عادوا إلى الساحات وهم مصممون على استكمال ما بدأوا به من دون أن تتغير مطالبهم المتمثلة في إنهاء نظام المحاصصة الطائفية ووضع حد للفساد ووقف التدخل الأجنبي لاسيما الإيراني عبر أذرعه الميليشياوية. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن عاماً مضى منذ انطلاق نخبة من شباب العراق في الأول من تشرين الأول لتعيد لكثير من العراقيين أملهم في استعادة بلدهم وانتشاله من واقعه المؤلم وتجديد العزم لإنقاذ العراق. ودعت الهيئة أبناء الشعب العراقي للالتفاف حول القوى الوطنية الرافضة للعملية السياسية وعدم التنازل عن أهداف الثورة أو التفريط بدماء شهدائها. الحكومة الحالية لم تحقق مطالب الحراك الشعبي المتمثل في التغيير السياسي الشامل والتخلص من الميليشيات والأحزاب الفاسدة التي تسببت بالفوضى وزيادة حدة الفقر ونقص الخدمات بحسب صحيفة ذا ناشيونال الأمريكية. ولذر الرماد في العيون سارعت الرئاسات الثلاث للتهنئة بذكرى الثورة في محاولة مفضوحة لهروبهم من دائرة الاستهداف الثوري المطالب بإسقاطهم مع قاعدتهم السياسية. من جانبها أكدت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مواصلة تأييدها للثورة والثوار، فيما دعت الشعب العراقي إلى الاستمرار في التظاهرات وإكمال مسيرة الشهداء. ورغم مرور عام من التحديات التي تواجه ثوار تشرين، لا زالت تصدح أصواتهم برفض نظام المحاصصة وهتافات منددة بإيران وأمريكا واستخدامهما أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات. أرحب بضيوف الكرام في هذه الحلقة، دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك دكتور جاسم. وأرحب بالأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي انضم معنا عبر سكايب. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عبد القادر. أرحب أيضا بالدكتورة آلاء عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. دكتورة آلاء مرحبا بك. مرحبا بكم. أهلا بك دكتورة. أبدأ معك دكتور جاسم الشمري، في وصفك لثورة تشرين بعد مرور عام كامل على انطلاقتها لا زالت أصوات المتظاهرين تصدح بوجوب إسقاط نظام المحاصصة الذي لم يقدم شيئا للعراقيين سوى الخراب والفساد، كيف تصف جذوة الثورة المتقدة إلى الآن؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم ولضيفيك
الكريمين ولمتابعيكم الكرام. أعتقد أن ثورة تشرين يعني هي امتداد للثورات الماضية في العراق، وكما تعلم ابتدت هي بمظاهرات شبابية للمطالبة ببعض الحقوق البسيطة، لكن يبدو أن همجية الحكومة السابقة جعلت هذه المظاهرات تنقلب إلى ثورة بعد أن استخدموا القبضة الحديدية واستشهد أكثر من 800 شاب وأكثر من 20,000 جريح. وعليه أعتقد أن هذه الثورة هي ثورة حياة، ثورة وجود للعراق، ولولا ثورة تشرين لما وجدنا هذا الأمل الموجود اليوم في العراق بغد مشرق. يعني وصلنا في مراحل معينة إلى مرحلة اليأس من التغيير، لكن يبدو أن حقن التخدير الدينية غير النقية والسياسية والطائفية لم تجدي نفعا ولم تؤتي ثمارها مع شباب العراق، على الرغم من أن غالبية الثوار هم نشأوا في ظل هذا النظام الموجود في مرحلة ما بعد 2003، ومع ذلك رأينا أنهم انتفضوا على هذا النظام على اعتبار أنه فشل في بناء الدولة وفي تحقيق بعض الآمال والطموحات البسيطة للشباب. يعني لو نتابع ثورة تشرين لرأينا أن هذه الثورة كشفت زيف العملية السياسية في العراق وزيف الديمقراطية. معلوم أن الديمقراطية هي حكم الشعب، وهذا يعني أن الشعب الذي لا يرضى عن الحاكم المعين يفترض بالحاكم إن كان هنالك نظاما ديمقراطيا أن ينسحب، على اعتبار من أن الذين انتخبوه قد رفضوه مرة ثانية، هو نوع من الوكالة كما هو في القانون. لكن رأينا كيف أن الموكل قتل من قبل الموكل، يعني وعليه هذه حالة غريبة. ثورة تشرين حقيقة هي التي كسرت شوكة الميليشيات في العراق. لم يكن أحد يجرؤ على الكلام عن الميليشيات في العراق قبل ثورة تشرين، لكن يعني منذ ثورة تشرين وحتى اليوم نجد أن العراقيين ينتقدون همجية الميليشيات في بغداد وفي مدن الجنوب وحتى بقية المدن، وهذا تطور كبير يعني يعطي ضوءا كبيرا من الأمل، ويعني يجعل العراقيين على السكة الصحيحة من أجل الوصول إلى الغد يعني القادم البعيد عن هؤلاء الذين فشلوا في بناء دولة المواطنة أو الدولة المدنية في العراق. نجد أن الرئاسات الثلاث تحاول، يعني البعض يرى أنها محاولة للالتفاف على ثورة تشرين. أتحول بالسؤال والترحيب بالبداية دكتور آلاء عبد اللطيف، الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. دكتور آلاء، يعني رئاسات الثلاث تهنئ الثوار بعد مرور سنة كاملة على مطالباتهم. في هذه السنة كما هو يعني الواقع أكثر من 700 متظاهر استشهدوا على يد الميليشيات والأحزاب، علامة تهنئة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا لحضرتك وللسادة الضيوف ولمشاهدي أهلا بك دكتور. حقيقة فعلا شيء يثير الذهان، قاموا بالثورة وليسوا هم الذين سار عليهم الشعب نتيجة فسادهم ونتيجة قمعهم ونتيجة الأخطاء والممارسات السلبية التي هوت بالبلاد وهوت بالشعب. وكلنا عاش هاي فترة 17 سنة المنصرمة وشفنا كيف أخذوا يعني نهبوا البلاد والعباد ووصلوا العراق إلى أسوأ حالات ربما لم يصل إليها طول فترة حياة الدولة العراقية الحديثة. عملية سخيفة جدا، جميع فئات الشعب العراقي استهجنها لكونها أنه هي محاولة لكونهم يعني ذر الرماد في العيون، التغطية على
اقتراعهم، ابعاد نفسهم عن توجهات الشعب، انه الشعب قرر وقال انه هم كل المنظومة السياسية بكل فئاتها بكل أشكالها بكل قومياتها بكل مذاهبها كلها الشعب عزم على إسقاطها، فأي محاولة يائسة من عندهم من هذا القبيل مرفوضة جملة وتفصيلا، مضحكة جدا، الصغير قبل الكبير استهجنها وضحك عليها. نعم، ابقي معي دكتورة آلة عبد اللطيف. أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، ورحب بك مرة أخرى. يعني إلى أي مدى كانت عمليات اختطاف الناشطين مؤثرة على ثورة تشرين؟ كما هو معلوم أن هذه الثورة قدمت صورا كبيرة وقيمة للتضحيات والصمود، سنة كاملة التضحيات مستمرة، الصمود متواصل، وهناك أهداف يريد الثوار والمتظاهرون تحقيقها بإسقاط نظام المحاصصة الطائفي، ولكن نرى أن الرئاسات الثلاث تهنئ المتظاهرين أو تهنئ الثورة بمرور عام كامل أو في ذكرها السنوية الأولى، ألا ترى أن هناك استهزاء بمطالب الثوار؟ أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام ومشاهديكم الأعزاء. بات معلوما أن هؤلاء يريدون الالتفاف على مطالب المتظاهرين، ظنا منهم أن التظاهرات قد انتهت بسبب قمعهم وقتلهم وجريمتهم الممنهجة ضد أبناء الشعب العراقي وضد المتظاهرين بصورة خاصة، عندما استهدفوهم قتلا، اختطافا، اخفاء قسريا، عملية اغتيالات مختارة وذات نوعية، اقتحام لساعات ليس بعيد عن المجازر التي ارتكبوها في الناصرية وفي ساحة التحرير في بغداد، في النجف، في كربلاء، في ميسان. البصرة كانت حاضرة بقوة لأنها كانت من أول المدن التي تظاهرت وأحرقت القنصلية الإيرانية ثم تلتها مدن أخرى وسبقت مدن أخرى، لذلك كانت التهيئة واضحة تماما في وئد هذه الثورة وتطلعاتها الحقيقية التي هي امتداد للشعب العراقي، بعد أن كانت قوة ثالثة بين قوتين رئيسيتين، القوة الأمريكية باحتلالها وبإعطاء غطاء دولي بضغط على استمرار هذه العملية السياسية، وكذلك إيران المهيمن بأحزابه وميليشياته على المشهد العراقي السياسي والاقتصادي والأمني. لذلك برزت هذه القوة لتشكل إرباكا لكل التفاهمات على تدمير العراق بين تلك القوتين وأذنابهما، لكن هم وضعوا خطة واضحة لاستهداف التظاهرات ظنا أن الحل الأمني سيقترح هذه التظاهرات، لكنهم تفاجؤوا بصلابة الشعب العراقي بقوته بجذوره العميقة التي لم يستطيعوا من خلال الاغتيالات والمداهمات ومن خلال الترويع. نحن نتكلم منذ اليوم الأول لذكرى ثورة تشرين، وهو 1 تشرين عام 2019، كان القتل جاهزا من الدقائق الأولى، بما معنى أنهم يعلمون تماما أن هذه الثورة تستهدف أصل العملية السياسية الطائفية بأحزابها، وأنها هي فعل عراقي يمكن أن يربك كل اللاعبين من أجل استعادة وطنه، وبالتالي الشعوب في نهاية المطاف من تقول كلمتها. لذلك تأتي عملية تهنئة الرئاسات الثلاث الذين فشلوا فشلا ذريعا بل تواطؤوا، وهم كانوا يعلمون خطة قاسم سليماني في قلع واقتحام وقتل التظاهرات ومجزرة السنك، وحتى يوم أمس يعني المجزرة التي ذهب ضحيتها في شارع النخيل وفي قرب مول النخيل، أكثر من 40 شهيد من التظاهرات حاضرة في أذهان المتظاهرين والشعب العراقي، وهناك صمت دولي واضح من خلال تواطؤ بعثة الأمم المتحدة أمام الجريمة المنظمة. لذلك هم يعلمون تماما أنهم مشتركون بهذه الجريمة، ويعلمون التخطيط الإيراني الذي قاده قاسم سليماني لوئد هذه الثورة واقتلاعها، لكنهم تفاجأوا بضراوة الشعب العراقي وبهؤلاء الأبطال الشباب في ثورة تشرين من صمودهم وثباتهم، ولذلك تقلبت جميع الأنواع بالاستهدافات عليهم، وبالتالي هناك أيضا ظروف دولية كجانحة كورونا، لكنها لم تفت في عضد الثورة من بقاء ساحاتها وميادينها، واختاروا لأنفسهم طرق يمكن من خلالها أن يتم وصول وثبات واستمرار التظاهرات، ولذلك هذا المنعطف الخطير أشعرهم بالرهبة وأشعرهم بالخوف، لذلك هم يبادرون من دون حياء أو استحياء في تهنئة من قتلوهم ومن شاركوا
في عملية تدميره. نعم دكتور جاسم، اللجنة العليا للميثاق العراقي تقول أن المتظاهرين أظهروا صمودا كبيرا أمام القمع الميليشياوي والقمع الحكومي ضدهم، يعني إلى أي مدى ترى أن الثورة قد قدمت دليل على مصداقية العمل السياسي المناهض لنظام المحاصصة الحالي؟ والله هذا السؤال معقد ولا يمكن إجابة عنه بهذه السهولة، يعني ذلك لأن المشتركين في العملية السياسية لعبوا دور الضحية والجلاد، ولعبوا دور الثورة والثورة المضادة، ولعبوا دور الثوار والمعارضين في ذات الوقت، وغلسوا على القوى الموجودة خارج العملية السياسية وكأنه لا توجد معارضة للعملية السياسية في العراق، وهذا معروف، يعني هو لم يكن هنالك أي لقاء مع القوى المعارضة للعملية السياسية سوى اللقاء الذي في القاهرة عام 2005 و2006، وبعد ذلك رأينا أن الحكومة حينها كانت بزعامة نوري المالكي تنصلت عن العهود التي تم الاتفاق عليها في القاهرة، ثم رأينا بعد ذلك تجاهلا شبه تام لتواجد قوى معارضة عراقية خارج البلاد، لكن يبدو أن ثورة تموز عادت الروح بقوة إلى أو سلطت الأضواء مرة أخرى بقوة على وجود معارضة حقيقية هي لم تصمت، يعني المعارضة موجودة في الخارج يعني لم تكن ضعيفة، لكن الظروف المحيطة بالمعارضة في خارج العراق من الإقليمية والدولية كانت متوائمة مع الحكومة ولا تقبل بأي طرف يعني معارض للعملية السياسية حتى الآن، يعني لا يوجد أي دولة أو يعني منظمة إقليمية كبيرة فتحت أبوابها للقوى المعارضة من أجل إيجاد أرضية لإيجاد مؤتمر جامع لهذه القوى مرة أخرى. لحد الآن النظام القائم في بغداد مع الأسف مدعوم دوليا، وهنالك قوى يعني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا يغرك الكلام عن قضية انسحاب السفراء من العراق، هذا مجرد كلام لا يمكن أن يطبق على أرض واقع القضية، هنالك حتى الآن دعم للحكومات الموجودة في العراق ولعملية السياسية، وعليه نحن أمام إشكالية أن القوى الكبرى أو الدول غالبية الدول الإقليمية تحاول تجاهل وجود قوى معارضة، وأنا في تقديري أنه يمكن لهذه القوى المعارضة أن تعيد ترتيب أوراقها مرة ثانية، أن تجتمع مرة ثانية في أي دولة تسمح بمثل هذا التجمع، هنالك دول تقبل بأن تكون هذه التجمعات ضمن فنادق دون الحاجة إلى موافقة هذه الدول الموافقة الرسمية، طالما أن الفعالية أو المؤتمر أو النشاط يكون داخل قاعة في فندق معين دون أن يكون في مكان عام. وعليه هذه القوة المعارضة للاحتلال أو للعملية السياسية يمكن أن تجتمع، أن تتجاوز عن بعض الخلافات الموجودة بينها، طالما أنهم متفقون على عموم الأهداف العامة للتغيير، وعليه يمكن حينها أن يبدأوا أو يبذروا من جديد البذرة الصالحة لبداية انطلاق المعارضة العراقية ووجودها في المنطقة وإثبات وجودها في المنطقة والعالم. دكتور علاء، ماذا قدمت الحكومة للمتظاهرين عندما يتحدث رئيس الحكومة ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عن أن حكومته جاءت بفضل ثورة تشرين وأنها حكومة حل وليست حكومة أزمات؟ ما الذي قدمته الحكومة للمتظاهرين؟ لم تقم الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين إلى الآن؟ عفوا، السؤال موجه إلي؟ نعم. بالنسبة للسيد مصطفى الكاظمي، أصبح واضحا وجليا أمام الجميع أنه هو شخص ضعيف لا يقوى على مواجهة الميليشيات. مطالب الثورة كانت واضحة وصريحة منذ البداية، أعلننا أننا ضد السلاح المنفلت، ضد الميليشيات التي تسرح وتمرح على أرض العراق طولا وعرضا، ضد
العملية السياسية بشكلها الطائفي والمحاصصات ضد الفساد، ضد الكثير من النقاط اللي أدرجناها ضمن مطالب الثورة. بالنسبة لمصطفى الكاظمي، وصل بفضل ثورة تشرين. نعم، هو لولا ثورة تشرين لما أقيل عبد المهدي ولا ما تسنح له الفرصة لأن يعتلي سلم السلطة ليصل إلى كرسي رئاسة الوزراء، ولكنه لم يكن مرشح الشعب ولم يكن مرشح الجماهير، فلا يعني يلعب هذه اللعبة لأنها لعبة قذرة جدا قذرة جدا. هو يعني لا يحاول الالتفاف ويقول انه اني ابرزتني قوى الشعب، ابدا، جملة وتفصيلا رفضوا الناس. كل الثوار بكل الساحات اعلنت رفضها، ورفضها لكل مرشح من نفس الرحم الفاسد. دائما نكررها ونقول ان الرحم الفاسد لا ينبت فيه ابناء اصحاء. هذا ابن العملية السياسية، هذا الشخص كان يعتلي رئاسة جهاز المخابرات العراقية التي في عهد عادل عبد المهدي، واللي بزمانه قتل ما يقارب 1000 شهيد، واقتربنا من 1000 شهيد حقيقة، غيب واعتقل، ولا يزال الكثير من الشباب من ضمنهم المحامي علي جاسر، من ضمنهم آخر اللي صار السجاد العراقي، وغيرهم وغيرهم من المغيبين الذين لا احد يعرف اين هم. اللي طلع بالنسبه لرئيس مجلس القضاء الاعلى بيقول ما عندنا متظاهرين سلميين في سجوننا، اذا اين هم ابنائنا الذين غيبوا قسريا والذين خطفوا؟ هل هم في سجون الميليشيات؟ نحن نواجه عده دول ضمن اطار ما يسمى بالحكومه العراقيه، كل ميليشيا اليوم عباره عن حكومه، كل ميليشيا لها سجونها ولها جيشها ولها سلاحها، وتواجه بكل ما اوتيت من قوه هؤلاء شباب السلميين. احنا قلنا مطالبنا واضحه، احيانا يصدر تعليق من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء انه حول ما يسمى بموعد الانتخابات المبكره وقانون الانتخابات، كيف نرجو الاصلاح من جهه فاسده؟ نحن صرنا على هذه الطبقة الفاسدة، كيف نثق بهذه الطبقة هي نفسها السن أو تشرع قانون عادل للانتخابات؟ حقيقة القانون سن وفصل حسب ما أهواءهم. بالنسبة لمفوضية الانتخابات، مفوضية كلنا يعرف أنه هي جاءت بمحافظة الأحزاب، وكل حزب عين أفراده اللي يأمنون مصالحه داخل هذه المفوضية. كيف الانتخابات ممكن أن تجري وأن تكون حرة نزيهة في ظل سلاح موجه إلى صدور أبناء الشعب العراقي؟ حقيقة اللي يجري الآن ما بيننا وما بين الفئة التي تعتلي السلطة سواء رسميا تسمى حكومة دولة وبين قوسين ألا دولة، هو صراع وجودي. لهذا تراهم بكل قوتهم، بكل ما أتي من قوة من سلاح، يوجهون ضرباتهم العنيفة باتجاه صدور أبناء الشعب العراقي. والشعب العراقي ثورته سلمية وراح تبقى سلمية، لكن احنا أكثر من مرة رددناهم وقلنا لهم أن الذي يقف أمام إرادة الشعوب بمثابة اللي ينتحر. هذا الشعب قرر إزالتكم من الجذور، نحن عازمين على إزالة هذه الطبقة السياسية بكاملها. طيب دكتورة، عازمين على إعادة بناء البلد، ابقي معي لو سمحت، ساعدي وعازمين على انهاء وجودهم بشكل كامل. نعم. استاذ عبد القادر، هل نحن الان امام مؤامره دوليه تحاك ضد ثوره تشرين؟ يعني حكومه الكاظمي الان التي يتحدث ويقول انها جاءت بفضل ثوره تشرين لم تقدم حتى المتسببين او من قام بقتل المتظاهرين الى محاكمه عادله، ولم تقم بالاشاره اليهم او حتى باسمائهم، في حين المجتمع الدولي يقف متفرجا أمام ما جرى. أكثر من 700 متظاهر استشهدوا وإلى الآن لم يسلط الإعلام الضوء عليهم، الإعلام العالمي، في حين نرى أن هناك من يقول إن هذه الحكومة ما هي إلا حلقة في سلسلة مؤامرات تحاك ضد هذه الثورة. كيف تنظر إلى يعني طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع ثوار تشرين؟
أولا دعنا نركز على قضية مهمة تماما، وهي من أبجديات العمل السياسي، أن هذه الحكومة لم تأتي من صنيعة ثورة تشرين بالمطلق. ومعلوم تماما أن حتى شخص الكاظمي رفعت اللافتات والتظاهرات وخرجت الناس في عز أزمة كورونا ورافضة ترشيحه أو توليه لرئاسة الوزراء بطريقة واضحة، ومعلوم أنه ضعيف وهو قريب تماما من هذه الميليشيات، حيث سخر جهاز المخابرات لهم وهو جزء منهم يعني، فبالتالي ليس من تطلعات الشعب العراقي ولا يحمل إيجابيات يمكن أن تؤهله لخوض هذا المنصب. ثانيا يعلم العالم والشعب العراقي بطريقة اليقين، بل حتى الداخلين في العملية السياسية والمروجين لها، أنه لا يمكن أن يأتي رئيس وزراء إلا بموافقة إيران لأنها صاحبة السطوة. لذلك فحكومة الكاظمي جاءت نتاج لا دولة من السلاح المنفلت، فإذا هي إفرازات السلاح المنفلت وسلاح الميليشيات، هنا أقصد، وهي لا دولة، وهي الدولة العميقة التي تقود الدولة. فإذا لا يمكن أن تكون هناك دولة أو حكومة خارج نطاق أو في معزل عن هذه الميليشيات التي سلاحها أنتج الكاظمي وهذه الحكومة، وكان الهدف الرئيسي وعملية سحب البساط من المتظاهرين أو تقليل زخم التظاهرات أو الحيلولة دون ذلك بشعارات براقة واضحة. الكاظمي عندما جاء لأن التظاهرات أو قوى المناهضة للعملية السياسية التي ربما لديها ممثلين وأسماء خارج العراق لكن جسمها الأكبر داخل العراق وهي ممتدة وهي حالة شعبية أصبحت جميعها فوق الدستور، ثورة تشرين والقوى المناهضة للعملية السياسية كلها قفزت فوق الدستور منذ اليوم الأول لمقاطعة الانتخابات للشعب العراقي الذي حدثت بطريقة أقرها العالم وأقرتها أحزاب السلطة الفاسدة، أن الشعب العراقي قاطع الانتخابات 80%، لكن نحن نعلم أن النسبة أكبر من هذه القضية، لكن دعنا نسلم بما قالوه من أرقام هم وأممهم أو مكتب الأمم المتحدة داخل العراق، وأقروا بتزوير الانتخابات والتلاعب فيها من خلال حرق الصناديق أو من خلال ما جاءت من مشروعيات العدوى الفرد. لذلك المجتمع الدولي يعلم أن التظاهرات وأن أهدافها وأن القوى الحقيقية في العراق تستطيع قلب الموازين، وأنها أصبحت قوة شعبية كبيرة تستطيع استعارة الوطن ولديها المؤهلات في قيادة العراق بطريقة واضحة، لكنها تمثل خطرا على مشاريعهم التي جاءوا فيها من تدمير مشروع تدمير العراق. هناك مشكلة ربما بالصوت مع الأستاذ عبد القادر النايل، سيعاد إصلاحه مرة أخرى لنعود إليك مرة أخرى أستاذ عبد القادر. دكتور جاسم، يعني حقوقيون أمميون يقولون الحكومة في العراق لا تهتم بحياة المطالبين بالحقوق من الشعب العراقي، يعني لو وصفت لنا يعني ما أسباب وقوف العالم متفرج أمام ما يجري داخل العراق من تظاهرات سلمية لم يشهر فيها سلاح، في حين أن هذا أن المتظاهرين يواجهون بالموت وبالقتل من قبل الميليشيات. يعني هو حقيقة يجب أن نعترف أنه لا توجد عدالة تامة في العالم، يعني هنالك هبة طائفية عالمية أو عقائدية عالمية. يعني لو فرضنا أن ما يجري اليوم في العراق يجري في أي دولة تريد أو تحرص الولايات المتحدة على أن تكون تلك الدولة آمنة لقامت الدنيا ولم تقعد. القضية أنه الدول الأوروبية والولايات المتحدة يتغنون بالإنسانية وحقوق الإنسان، وترى أن فرق الدفاع المدني ربما تدخل في حالة إنذار من أجل إنقاذ قطة معلقة أو على شجرة في لندن أو باريس أو واشنطن أو أي مدينة. لكن في ذات الوقت هنالك المئات في دول أخرى في فلسطين والعراق وسوريا ينحرون نحر النعاج وهم أجلاء وكبار، وعلى الرغم من ذلك نجد هنالك تجاهل تام من قبل دول العالم التي تدعي الإنسانية والديمقراطية والتطور. إذن القضية هنالك يجب أن نعترف هنالك مزاجية
في التعامل مع قضايا الشعوب. يعني القضية التي جرت في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم، هل تعلم أن المؤامرة على العراق هي بدأت منذ عام 1991 حينما بدأ الحصار الدولي على الشعب العراقي؟ لم يكن الحصار حينها على 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 الحكومة العراقية قبل عام 2003، وإنما كان على الشعب العراقي المبتلى والمظلوم. ثم بعد ذلك جاء الاحتلال وبدأوا يتغنون بأن العراق مقبل على مرحلة وردية وبأنه سيكون دبي ثانية في المنطقة، ورأينا كيف أن هذه دبي انقلبت إلى جحيم، ورأينا أن الدبابات الأمريكية تسحق الناس يعني زناجرها، وبالتالي هنالك كذبة اسمها كذبة الديمقراطية وقعت على العراقيين، ثم بعد ذلك جيء بكذبة العملية السياسية. والمشكلة أن هنالك من يطبل لهذه العملية السياسية من ما يسمى النخبة أو المثقفين أو غير ذلك. على سبيل المثال اللقاء الذي رأيناه قبل يومين مع رئيس الحكومة من قبل رئيس شبكة الإعلام زميل نبيل جاسم. نبيل جاسم كان معروفا من الأصوات المعارضة للعملية السياسية، لكن بمجرد أن أعطي منصب بسيط رأينا أن الرجل كان ضعيفا جدا في اللقاء مع رئيس الحكومة. وهذا يعني أن القضية هي ليست قضية مبدئية، يعني سواء الكلام عن زميل نبيل جاسم أو غيره، أنا أتكلم بالعموم. وعليه يفترض بالنخب أن تكون هي القيادات التي نأمل أن تغير الواقع المزري الموجود في العراق. أما أن تكون هذه النخب هي مغلفة أو مجملة للخراب الموجود في العراق، فهنا لا يمكن أن نعول على الدول الغربية ولا على العاملين في العملية السياسية. الشعوب الضعيفة لا يوجد من يحترمها، وبالتالي على العراقيين أن يتكاتفوا من أجل أن يغيروا الواقع الموجود في بلادهم. تذكر أنه في لقاء سابق في هذا المكان تحدثنا عن ثورة الموظفين، يعني قبل أكثر من شهرين. نعم، كنت أذكر. تذكر أذكر. نعم، وقلت لك حينما تقف رواتب الموظفين حينها نجد أن غالبية هؤلاء الموظفين سيدخلون ضمن يعني حسابات الثورة، ذلك لأن غالبيتهم اليوم مع الأسف ينظرون على أنهم من المستفيدين للحالة القائمة في البلاد ولا يهمهم ما يجري. هذا أمر يثبت وجود خلل في الوطنية. وعليه يفترض أننا إن كنا معا في العراق لا يعني أنظر لحالي فقط، يفترض بي أن أنظر لحال عموم الناس. هل جميع الناس هم في حالة جيدة؟ يتوفر الغذاء، الدواء، التأمين الصحي، يعني نظرة إنسانية وليس نظرة أنانية. حينما ننظر للأمور نظرة إنسانية يمكن أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نجبر واشنطن والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول على أن تعترف بوجود حقوق منظومة الإحراق. نعم، اسمح لي دكتور أن أنتقل للأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، يعني لقاء جنين بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق بقائد أركان الحشد الشعبي أبو فدك، المسمى بأبو فدك، يعني لجنة التظاهرات وصفته أنه استخفاف بدماء الشهداء. يعني لنقف على يعني الموقف الأممي من ثورة تشرين، كيف تصفه؟ الموقف الأممي بات واضحا أنه خرج عن الدبلوماسية التي أعد لها ولدورها المفروض أن يكون ممن يقف على مسافة واحدة يرفض اللقاء أو التحدث مع منتهكي حقوق الإنسان، وهؤلاء قتل مجرمين، وهو بنفسه من ارتكب مجزرة السلك الذي يعني اعترفت بها ميليشيات الحشد رسميا واتهمت هؤلاء بأنهم ارتكبوها من دون علمها، والبيان لا زال محفوظا وواضحا لما صرح به بعض مسؤولي ميليشيات الحشد آنذاك. لذلك حقيقة عندما تلتقي بجزار وبقاتل ولا زال يمارس عملية القتل هو يؤكد على أنهم خرجوا عن المسار المرسوم لهم
من خلال قوانين الأمم المتحدة الذي يفترض بهم أن يطبقوها. لذلك أصبحت بعثة الأمم المتحدة في العراق بعثة سياسية تحاول تغطية كل جرائم القتلة والمجرمين من الميليشيات وإضفاء عليها نوع من عملية التستر، وبالتالي هذا يعد مشاركة فعلية في الجريمة المنظمة ضد الشعب العراقي. لذلك الأسخار تعتمد على مكتبها من أجل تمرير مصالح خاصة هي ترتبط مع أحزاب السلطة بأعمال تجارية وبتوريد أسلحة، لأنها كانت تشغل وزيرة للدفاع في دولتها، ولذلك تعتمد على بقائها من أجل ديمومة تجارتها. وحقيقة يساعدها محمد النجار، هذا الذي ربما يعني وصفه الدقيق، هو سائق للميليشيات وللأحزاب السياسية، وكنا يعني نراه بل نرفض حتى اللقاء به. لذلك هؤلاء متواطئون مع الجريمة، ولقائهم لابد أن يكون له تداعيات. الشعب العراقي اليوم سواء في التظاهرات في عموم فعاليات الشعب العراقي ارتفع صوته للأمين العام للأمم المتحدة بسحب أو ضرورة سحب يد بلاسخارد المتهمة بالفساد والمتواطئ مع الجريمة المنظمة. ولذلك دعا الميثاق الوطني العراقي الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة النظر في عملية سحب يد بلاسخارد وجميع بعثتها، وحتى أنه طالب بإغلاق مقر الأمم المتحدة لا قيمة لوجوده، لأنه لم يسعى دائما يعني، وتراها أنها تلتقي مع أطراف دون أطراف، هي لم تقف أمام مسافة واحدة، هي تلتقي بفعاليات محصورة وتترك كل فعاليات الأخرى من أبناء الشعب العراقي. هو بالبدء هي تنحاز لأطراف سياسية على غرار بالضبط من قوانينها المعمولة. لذلك بلاسخارد فقدت إنسانيتها وهي حقيقة تميل إلى الجريمة. بالتالي نحن لسنا مستغربين في قوى المناهضة للعملية السياسية من أفعالها، لأنها قصفت عندما كانت وزيرة الدفاع وعضوا في التحالف الدولي ضد داعش، قصفت مدنيين وقتلتهم وتسترت على هذه الجريمة، وهي في حد ذاتها جريمة مخلة لها ولوظيفتها. كان يفترض أن يتم محاسبتها لا أن يتم تمديد عملها في العراق. وإلى هذه اللحظة عندما تتستر على الجريمة فإنها تتعاون، لذلك هي متعاونة مع الميليشيات، ولقائها الأخير فضح دورها الكامل بأنها ليست مع الشعب العراقي، وأنها تقف ضد التظاهرات، وأنها مارست عملية التضليل أمام انتهاكات حقوق الإنسان والقتل المتعمد والإخفاء القسري، وكلها جرائم يحاسب عليها القانون، وهي ضمن أبجديات وعمل الأمم طيب. المتحدة في أي دولة. نعم دكتور. دكتورة آلاء عبد اللطيف، يعني الثوار مصممون الآن على استكمال ثورتهم، كيف تصفين زخم الثورة هناك في العراق؟ احنا مثل ما من اول يوم بدينا بهذا الموضوع ولغاية الان بياناتنا وكافة ما يصدر عنا بالنسبة ان احنا تلجنا منظمة للمظاهرات، الزخم لا يزال قائم، بالعكس صار يعني اصبحت جميع التنسيقيات تخرج بخطاب موحد. خلال فترة الوباء اللي اجتاح العراق اتاح الفرصة لهذه التنسيقيات الى عقد اجتماعات متكررة، تقريب وجهات النظر، فعاليات مستمرة. بالعكس احنا زاد اصرارا على اصرار كثير من فئات الشعب التي كانت ربما ينتابها الخوف نتيجة القمع اللي تمارسه الحكومة ضد المتظاهرين، كانت مترددة بالخروج. لا بالعكس صراحة شفنا فئات أكثر انضمت، والكثير من الناس عازمين على المشاركة بقوة أكبر. الإشاعات اللي تصدرها خلايا الأزمة من هنا وهناك حول إعادة الإغلاق العام بالعراق نتيجة تفشي الوباء لم يعد هذا عائقا أمام الجماهير المنتفضة. مثل ما سبق وأن أخبرتك في ضوء حديثنا أن الشباب والبنات والشعب بعمومه
عازم على التغيير، عازم على التغيير فعلا. يعني هذه كلمة يجب أن تضع بين قوسين وتحتها ألف خط، لا يمكن العودة بدون تغيير. حقيقة الطبقة السياسية بعمومها سواء برئاساتها أو بمجلس نوابها أو بكل الفئات اللي اشتركت سقطت من 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 نظر الشعب العراقي، أصبحت محتقرة، لا قيمة لكلامها، موضع استهجان. حتى الجمهور النفعي اللي شفناه احنا حقيقة أول ما اندلعت الاحتجاجات ثلاث فئات كانت هي الوحيدة اللي واقفة ضد الدموع الزائرة، اللي هي الحكومة ومجلس نوابها اللي التزم الصمت ومسرحيات الهزيلة اللي كان يطلقها بين فترة وفترة على ألسنة النواب، والرئاسة رئاسة الجمهورية اللي كان يطلع وكأنه عايش بدنيا ثانية، يعني في وادي آخر، لا 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 ليست له أي علاقة بما يجري في الشارع، ولا كأنه هناك كان دم على الشوارع يسيل. والمنظومة الدينية اللي كانت تتاخذ الأمور بسذاجة يعني شلون أريد أوصف لك إياها، تستخف من الموضوع، تكتف من الموضوع حتى ما تعطي أهمية لقيمة هذه الثورة، بالرغم من عدد الشهداء اللي كان يبعد عنها بعض العشرات من الأمتار. والجمهور النفعي اللي كلهم هو المستفيدين، في طبقة شريحة كانت يعني لا ما استحي من قولها، شريحة الموظفين اللي كانوا حقيقة كثير من الناس شخصوهم وكأنهم كانوا سكين في خصرة الثورة، الآن هؤلاء صاروا أمام حقيقة أنه الدولة لحد الآن رواتبهم ما أعطت لهم إياه. إذن السرقات مستمرة، الفساد مستمر، عملية الاقتراب اللي هي إدخال الشعب العراقي إلى سنوات من المديونية وراح يكون عبئها كله على الأجيال القادمة، كل هول أصبحوا على درجة كافية من الوعي أن ينضموا إلى صفوف الثوار، عرفوا الخطأ بالرغم أنا يعني متأكدة أنه الحكومات في وزاراتها مارست شتى أنواع الضغوط عليهم حتى تمنعهم من المشاركة، لأنه يعني إحنا نعرف هم في داخلهم مع الشعب وليس ضده، لكن هذه المرة التغيير قادم لا محال، وإن شاء الله موعدنا النصر ولقائنا بغداد. نعم دكتور علاء. دكتور جاسم، يعني كيف تعلق على ما تحدثت به الدكتورة علاء؟ والله حقيقة يعني أنا أشكرها جدا على هذه الروح الوطنية المتميزة، ودائما أنا أذكر في تويتر أنه النساء أكثر جرأة من الرجال في طروحاتهم الوطنية في العراق، وهذا لا يعني عدم وجود أصوات رجالية في العراق، لكن أنا أتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي، النساء أكثر جرأة من الرجال في هذه الطروحات. وهنا يعني أتحدث عن النقاط الثلاثة التي أشارت لها السيدة آلاء، حقيقة هي نقاط جوهرية اللي هي البرلمان وما سمتها المؤسسة الدينية وكذلك يعني غالبية الموظفين. هذا كلام دقيق وهذا بحاجة إلى معالجة، المعالجة نريدها معالجة سلمية. اليوم مجلس النواب باعتراف غالبية أعضائه هم يعرفون أنهم فشلوا وأصبحوا خارج إطار اللعب السياسي في العراق، تبقى المؤسسة الدينية، كثير من العراقيين اليوم لم تعد تنطلي عليهم ما تسمى التبليغات الأسبوعية في خطب الجمعة، يعني بقيت نسبة قليلة منهم ينتظر رأي فلان وفلان. ونحن هنا لا ندعو إلى الإلحاد، وإنما ندعو إلى عدم قبول رأي الشيخ أو السيد أو الإمام الذي لا يقف مع المظلومين. حينما أنا أتحدث أو أقول أن الإمام الحسين مظلوم وفي ذات الوقت أقف مع الظالمين، أي أين الإمام الحسين في هذه المعادلة؟ هذا تناقض. حينما أقول الحسين سيد الثوار على الظالمين وأنا أقف مع الظالمين ضد المظلومين،
هذا يعني إما أنك تستهزئ تناقض بالجمهور، وإما أنك كاذب في طروحاتك. يعني حشى الأخيار والطيبين موجودين. إذن القضية قضية بحاجة إلى مبدئية في الطروحات. أنا أقف مع الظالم، أنا أقف مع الظالم المسلم، أقف مع المظلوم المسلم، وأقف مع المظلوم المسيحي، وأقف مع المظلوم اليهودي، وأقف مع المظلوم حتى اللاديني، لأنني عندي مبدأ وهو أن أقف مع المظلوم. أما حينما أكون مزاجي في وقوفي مع المظلوم فهنا الكارثة. يفترض أن يكون هنالك مسطرة، هنالك ميزان لا أحيد عنه في هذا الميزان. أنا قررت أنني أسير على نهج الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا أقول أن سيدي الإمام الحسين هو سيد الثوار على الظالمين، وفي ذات الوقت أنا أقف مع الذين يقتلون شباب العراق. كيف يمكن أن يكون هذا؟ أنا أعتقد أن شباب تشرين رفضوا هذه الإزدواجية في المعايير، وهم لا يميلوا إلى الإلحاد، وعليه يفترض بنا أن نقف يعني كموظفين وكعموم عراقيين مع ثورة تشرين. هنالك كلام على أن اليونيسف ذكرت منتصف هذا العام أنه سيضاف ما بين 2 مليون و800 ألف إلى 4.5 مليون عاطل إلى أو فقير إلى 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 قائمة الفقر الموجود في العراق. وهذا يعني أن 60% من العراقيين هم إما فقراء أو هم قريبون من خط الفقر. أين هي واردات العراق؟ هنالك عوائل أصبحت ثرية بالمطلق، وهي غالبية عوائل تجار عملية سياسية من الذين تاجروا بأرواح العراقيين. وعليه هنا يفترض أن ندعم ثورة تشرين من أجل أن نحقق الحياة الطيبة لكل العراقيين، دون أن ننظر للموضوع نظرة أنانية بعيدة عن الواقع. نقف جميعنا مع أهالي الثوار، نقف جميعا مع أهالي المظلومين، نقف جميعا مع يعني المظلومين ضد الظالمين، حتى وإن دفعنا دما أكثر، وأن لا نذهب إلى مرحلة المواجهة الدموية، لأننا نريد هذه الثورة ثورة سلمية بعيدا عن الظروف التي يمكن أن تقود إلى حرب أهلية، وهذا ما لا نأمله. نحن نأمل أن تبقى الثورة ثورة تشرين كما هي اليوم، ثورة سلمية، وأن تكشف وتعري زيف العملية السياسية وزيف الديمقراطية وزيف القوى التي تدعي أنها جاءت من أجل حماية شرف وعرض العراقيين، وإنما هي في الواقع هي التي تقتل، وهي التي تنهب، وهي التي تسرق. ومن هنا ينبغي أن نتكاتف، أن نتسامى عن الخلافات البسيطة، وأن نترك الخطاب الطائفي، وأن نبتعد عن الخطاب القومي، وأن نجعل من خيمة العراق هي الخيمة الجامعة لكل العراقيين، ولا نسمح لهؤلاء أن يدخلوا بيننا عبر الخطاب الطائفي. هذا شيعي وهذا سني وهذا عربي وهذا كردي وهذا مسيحي. هؤلاء يريدون أن يدخلوا عبر هذه الحقن التخديرية من أجل تدمير العراق. وبالتالي يفترض بنا أن ننزع هذه الحقن من الجسد العراقي، وأن ننطلق ونحن واعون بأننا لدينا هدفا كبيرا نريد أن نحققه، وهو الوصول إلى عراق لكل العراقيين. نعم. حينها يمكن أن نتخلص من هذه السرطانات المدمرة للعراق، والتي مع الأسف ضيعت هيبة العراق وضيعت سيادة العراق، ولم يفلحوا حتى في بناء طريق واحد في العراق. وبالتالي أنا أأمل أن ثورة تشرين ستستمر وستكون هي الطريق الموصل لخلاص العراق والعراقيين من الحالة السلبية القائمة اليوم. شكرا لك دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا لك أيضا أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من عمان. ونشكرك أيضا دكتورة آلاء عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.